انا بس كابتن حته الماتش دي عايز يعني اتكلم فيها في نقطه. زي ما حضرتك قلت احنا هنا احنا في البيت الكبير وبنتكلم عن البيت الكبير بالنسبه لنا كناس اهلاويه طبعا، ويهمنا مصلحه النادي الاهلي في المقام الاول طبعا طبعا. لما بنتكلم في فرق بين النقد البناء اللي هو بيحاول يصلح من حاجه انت شايف في مسار مثلا ماشي في الطريق، فانت بتحاول تخلي المسار ده يمشي في الطريق الصح. لما بنتكلم على، عشان في ناس بتزعل، لما بنتكلم على جهاز فني او بنتكلم على لعيبه او بنتكلم على الفرقه او سوء نتائج، احنا عايزين الاحسن. او احنا الطبيعي ان احنا يا بنتكلم في قناه يا بنتكلم بصوت الناس، الناس طبعا اللي عايزه توصل صوتها للدور. لو وخلي بالك الميزه برضو يا ابو علي في اللي انت هتقوله او في اللي بتقوله ده، ان اللعيبه نفسها عارفه الكلام ده. اللعيبه نفسها عارفه ان هم مقصرين طبعا. يا خلي بالك ده دايما بتبقى بدايه جيده، ده اللي مزعل الناس بقى. بس التقصير ده يعني طول، فالناس بتهزر الموضوع. انا لما اخسر دوري وبعديها على طول اخسر سوبر، فالناس متوقعه، وانت عارف الكلام ده يا كابتن اسلام، احنا باللعب الاسماعيلي انا ما خسرتش كتير فعلا. لا ما انا عارف طبعا، والله بجد مش بهزر. حتى لما رحت الحاسس جبت بطولات. لا سيبك، انا بتكلم على الاهلي. انت بتلعب الاهلي. انا ايام انا يعني ما كنتش بخسر. يمكن الماتش الوحيد اللي انا افتكر ان انا خسرته نجم الساحلي، وكان بفعل فعل والناس كلها شايفه يعني شاهده وعارفه وايه اللي حصل في الماتش ده والماتش اللي هناك. فيعني فانا عشان كده مش متابع جيد. انا بقول لحضرتك انت كان في حاجه كانت متربيه جوه لعيبه النادي الاهلي او جمهور الاهلي يعرفها، ان الاهلي لو خسر ماتش او خسر بطوله اللعيبه بتنزل تاني ماتش، الروح نفسها انت بتحسها حتى وبيجري على الكره يجيب يلعب اوت او كده. أيوه. الناس مش حاسه دي. نقطه، ناس بتتكلم ان انا عندي 9 او 10 لعيبه صفقات واصابات ما كانوش موجودين. لو ركزت في ال 10 لعيبه دول مش هتلاقي واحد فيهم في خط دفاع ولا واحد فيهم في نص ملعب الديفندرات اللي هي بتميز اي فريق او سر قوه اي فريق دفاعيا، يبقى عندك ديفندرات قويه وعندك خط دفاع قوي. انا دلوقتي خط الدفاع بتاعي بالكامل موجود، يعني اكرم وهاني موجودين، علي وايمن اشرف، ياسر وبنون اوريدي موجودين. نص الملعب الديفندرات بتاعتي سواء السوليه او ديانج او حمدي، الثلاثه موجودين. ممكن تضيف عليهم اكرم. بالظبط، واكرم اوريدي بيلعب نص ملعب او بيلعب باك يمين. طيب ايه بقى المشكله عندي؟ ان انا دايما عندي مشاكل دفاعيه. ما الناس الاساسيه موجوده. انا ده اللي مزعل الناس. لما اطلع اقول اصل الارض ومش عارف، طب ما منتخب الجزائر لسه لاعب من كام يوم وغالب النيجر على الارض دي في الاجواء الحاره دي 4. فالناس لما بتتكلم يا كابتن اسلام بتتكلم خوف طبعًا. ايوه وحب في النادي الاهلي. بالظبط، عايزين يشوفوا النادي الاهلي احسن حاجه على طول، وعايزين يشوفوا اللعيبه بعد ما بخسر بطوله او بطولتين ورا بعض، المفروض ان انا بنزل الحماسه زي ما بيقولوا زمان عندكم، ينزل بالسته ستارز دي، يبقى ماشي بيرج الملعب وهو نازل، اللي هو ما عندوش اي حاجه تخليه يلعب بهدوء او يستند. انا فاكر ماتش الاسماعيلي راجعين من كاس العالم انديه، الساعه البيولوجيه لسه مع اللعيبه ما اتظبطتش، وبنلعب نتغلب 3، تاني ماتش عندنا المقاولين، الاستاد بيتقفل، اللعيبه نازله، وكسبنا 5. كلمه كويسه، الاستاد بيتقفل دي، اصل الاستاد بيتقفل دي. لا انا اقول خلي بالك دي تفرق. أيوة. اللي هو ما زعلش او قال ده انتوا اتغلبتوا 3. انا برد عليك اهو، ان الاستاد بيتقفل دي تبقى لقطه حلوه جدا طبعا. هي دي اللي بتفرق مع الناس طبعا، مع اللعيبه. اللعيبه دي من وجهه نظري ما شافتش لسه الاستادات بتتقفل. داخلين بقى، داخلين ان شاء الله البدايه 1000 و2000 بس. وبدايه جيده خلي بالك، وفي لعيبه كل شويه هتعتزل وما شافتش جماهير فالاستاد متقفل دي بتفرق. انا ما اعرفش كانت بتفرق معانا جدا جدا جدا. بالظبط المسج عايز اوصلها او اللي انا عايز اقوله، ان جمهور الاهلي دايما مختلف طبعا. انا فاكر ماتش 4-4، واحد من اعظم الماتشات اللي حصلت في تاريخ كره القدم بتاع المصريه. فاكر تصريح للكابتن محسن صالح، قال احنا ما كناش بنلحق نفرح بالهدف من جمهور الاهلي، اللي هو اول ما بيخش في الاهلي جون الاستاد كله بيترج، العب يا اهلي العب. حضرتك فاكر الفتره دي طبعا، ايام كنت كابتن ناس كتيره طلعت اتعودت على الفوز بس، بطولات بس، فوز بس، بطولات بس. فبقيت بعد كده تشوف اللعيبه بتخسر دوري وبتخسر سوبر، والروح برده محتاجه. دي النقط اللي الناس بتتكلم فيها او زعلانه منها، واحنا بنلمس فيها عشان خاطر لو في لعيبه ما تعرفش طبيعه الجمهور، عشان ما حضرتش او ما شافتش الجمهور في الملعب، تبقى عارفه الهويه بتاعت الجميل بيفكر ازاي، او الناس بتزعل ليه من الخساره، عشان في لعيبه بتقول ما احنا خدنا افريقيا وخدنا لا خلاص انسى، هي دي بالظبط. كل ده في الدولاب، انتوا كابتن راجعين من كاس العالم. لا لا لا، لا ده في الناس بتقول الدوري اهلي. لا وهناك السنه اللي فاتت كمان الدوري لما كانت كاس العالم في قطر، موسيماني قال معايا هنا، قال يا جماعه وانا هناك الناس قالت لي افريقيا افريقيا والسوبر الافريقي والبتاع. فيعني الناس لسه بتفكر دايما كده، وده جمهور الاهلي، وهو ده الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. استاذ محمد، مهم جدا الكلام اللي اتقال في القعده، ولكن على في نفس الوقت المسانده دائما واجبه من جمهور النادي الاهلي طبعاً. ان انت تفضل واقف في ظهر ناديك، من حقك ان انت تنتقد، ومن حقك ان انت تقول، ومن حقك ان انت تعمل، ولكن المسانده دائما موجوده من هذا الجمهور الواعي والفاهم.